جديده من كريف فينشرز مع عزام. الليله جايبين لكم مطعم خرافي ساندويتش فاكتوري. ليه فاكتوري؟ لانه بيعملوا كل حاجه من الالف للياء فروم سكراتش، كل حاجه فريش وما في اي حاجه فروزن. تعال اوريك وليمه. جاهزين؟ الله عليك. الشاورما حكايه، شوف الشغل ده عامل ايه. يا جماعه شوفوا اللحمه كده متروسه. الليله هيكون يوم عالمي، ده التشيكن فيليه العالمي المعروف بتاع ساندويتش فاكتوري. ما في اي حاجه مجمده نهائي. الى الان دي ساندويتشاتي المفضله انا شخصيا. قطعه صغيره، واو، طعم الجريل، طعم الفحم، باربيكيود على حد ما كان فاضي. الهودوغ ساندويتشز بتاعته، فالموضوع حيكون اكسبيرينس مختلفة عن أي هودوغ أكلته تاني. نجحوا نجاح باهر. خلوا جنبكم سلطة وأنتم قاعدين بتاكلوا. والساندويتش العجيب الرهيب، نبدأ بالساندويتش. شوفوا أنتم الطبقات دي كيف، شوفوا الجبنة فين الدجاج. كل ساندويتش هنا طعمه مختلف تماما عن الساندويتش الثاني. نجي شاورما اللحم ولا الدجاج؟ على ما اظن انا خليت الموضوع سهل جدا جدا لكم بالنسبه لاي واحد عايز يطلب اي نوع من انواع الساندويتشات. الاوبشنز اللي عندهم ما بتنتهي، كل اللي عليك تعمله كريف اب، اسهل ما يمكن. المهم ده انا كده كده سبته لحد الاخر عشان اخده معايا كده في الطريق في البيت، ها، في العربيه كده راكبه.